ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك ونشترك في القناة، وقبل كل ده نصلي على سيدنا محمد وكمان نعمل شير لكل الفيديوهات. اللهم صلي على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الفنان الجميل ادهم النابلسي اللي اعتزل طبعا من فتره، وقامت عليه ضجه كبيره جدا من بعض الفنانات والفنانين اللي اتكلموا باسلوب غير لائق. ابدا انا بشوفه غير لائق. ايوه ده رايي، برغم هو قال رايه بكل صراحه وهو حر، لكن احنا لما نقول الراي الغلط ونمشي الدنيا، نطبل الناس تطبل عليه ونقول اه هو تمام كده فالناس تمشي وراه هي موجه، لكن واحده تقول ده هو ليه بيغلط في الفن وليه كده فالناس بردك تطبل وراه وتقول اه إيه هو غلط وهو بيعمل ايه وهو محدش كان عارفه وكلام ملوش اي لازمة خالص، لكن هو ربنا يثبته على اللي هو فيه. والناس تقول حملة عشان نعمل ادهم النابلسي عشان نسمع اغاني عشان نشيله ذنوب، طبعا ده انتوا اللي هتشيلوا ذنوب. هو خلاص اللي ربنا يعني اللي بيروح عند اللي بيروح لربنا ويستسمحه ويقول يا رب اغفر لي، ربنا بيغفر له عن اي حاجة وملوش دعوة باي حد تاني. وادهم النابلسي مكمل في طريقه بصوته الجميل بيقول الاذان، يلا بينا نسمعه، جميل جدا جدا جدا. وبكده حلقتنا تكون خلصت خلاص، ونشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد إن شاء الله. وياريت كلنا ندعم أدهم النابلسي ونقول له احنا معاك وربنا يثبتك يا رب على اللي انت فيه. سلام عليكم ورحمة الله.